انت تألقت الموسم اللي فات وكنت ملفت للأنظار، فأكيد جات لك عروض. سمعنا عروض كتير، سمعنا أهلي، سمعنا زمالك، وده دايما في أي فترة انتقالات اسمك بيرتبط بالأهلي والزمالك. عايزين نعرف العروض اللي جات لك وحقيقة المفاوضات مع القطبين. بص، هو الكلام كان في آخر السنة، كان بعد ماتش الجيش بالظبط اللي أنا اتعورت فيه ده وجبت فيه الجون. اللي انا عرفت النادي حتى هم كلموني كان النادي الاهلي، كان مستر كولر كان حاطط 3 اسامي المدافع، فهو كان انا كنت واحد منهم. وحتى بعد كده في الماتش اللي احنا لعبناهم فيه واتفرج عليه في الملعب، وبعدها عرفت ان هو اكد لا انا عبد الله بكري هو ده اسلوب، يعني اللعيب اللي انا محتاج اسلوب لعبه والكلام ده كله. وفعلا كانوا يعني الموضوع كان ماشي مع النادي، بس ما اعرفش هو النادي الاهلي بقى صرف النظر ان هو يجيب مدافع، ما اعرفش يعني ده الكلام اللي كان موجود اخر فتره دي. يعني هل فاركو بالغ شويه في الطلبات؟ لا 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 لا، بالعكس بالعكس، لا هم النادي كان نادي عندنا ما بيقفش ضد مصلحه اي لعيب يعني. وحتى لما اتكلمت معاهم انا لو جالي عرض او حاجه قالوا لا ما فيش اي مشكله، بس هو الموضوع يبقى رسمي والكلام ده كله. بس انا بقول لك هو حتى النادي الاهلي ما جابش مدافع تاني، هو النادي الاهلي ممكن يكون اصلا قال لك انا مش مثلا مش محتاج مدافع او حاجه، فالموضوع وقف. ده بالنادي الزمالك الحوار القيد او كلامنا كله، انا ما اعرفش الظروف، كان في تخبط الفتره اللي فاتت في النادي وكان في فاهم ما تعرفش. سمعنا ان احنا ان انت وقعت لحد امبارح. لا لا لا، لا 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 ما وقعتش. انا بص انا يعني ولا مره وقعت للاهلي والزمالك غير مره واحده وقعت فيها النادي الاهلي 2018. هنجلها. دي هنجلها، دي ليها قصه كبيره دي هنجلها. لكن انا ما مش من النوع اللي انا مثلا اروح امضي انا ممكن انت تاخد رايي فانا هقول لك اوكي ما عنديش مشكله انا معاك، ونادي الاهلي ونادي الزمالك ناديين كبار وشرف لاي لعيب يلعب فيهم ودي معروفه يعني مش محتاجه كلام. لكن في طرق لازم خطوات الواحد بيمشيها عشان طرق مشروعه من خلال النادي، ان انت على قوه نادي ونادي كبير زي فاركو. الحظ ايه مش ناوي في مره كده يفتح كل سنه اهلي وزمالك كل سنه اهلي وزمالك كده؟ بص والله انا لسه كنت بتكلم مع واحد صاحبي فكان بيقول لي ايه انا بقالي 5 سنين اهلي وزمالك. قلت له بص انا شكلي كده من اللعيبه اللي ما لهمش نصيب في الاهلي والزمالك. انا لما جيت مشيت من بيراميدز انا كنت متارجت ان انا امشي عشان اخد خطوه ان انا العب مساحه لعب اكبر عشان انا ان شاء الله ابقى في نادي الاهلي ونادي الزمالك واروح منتخب مصر. دي خطوه انا كنت ماشي عشانها عشان حاجه متارجتها. فحته ان هي النادي الاهلي ونادي الزمالك يكلموني في الفتره دي، فانا الحمد لله انا من جوه نفسي انا اللي انا كنت ماشي عشانه انا حققته. اللي هي تمشي او ما تمشيش دي مش بتاعتي بقى، ان انت في الاول وفي الاخر انا بعمل عليا الباقي ده بتاع ربنا بقى. انا لو ليا نصيب في مكان والله لو في مثلا 10 مدافعين وانا ليا نصيب في المكان ده هروحه. انا مفيش حد بيعمل حاجه بايده، هو كل حاجه بتاعت ربنا. انا مقتنع بكده ان انا مش بقولها لك مثلا جمله كده عابر، انا عديت بحاجات كتير في حياتي بقيت انا خلاص عارف ان انا لو ليا نصيب لو انا في اخر بلاد المسلمين هيبقى ليا نصيب في المكان ده.